القرية الشرعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو بإذن الله عز وجل. أتكلم فيه عن 6 أحلام بإذن الله تعالى التي تصيب الإنسان أو ليتأكد الإنسان أن به عين وحسد أو مس عاشق. كما قلنا أحبابي الكرام، هي 6 أحلام حتى نبين جيدا ونفهمكم بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يكون كلامي هذا خفيفا على قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. كثير من الإخوة والأخوات ترى في منامها أنها تسقط من مكان عال، والسقوط من مكان عال له تفسيران. التفسير الأول بما يشخص عند الطب هو من الدماغ، مشكل في الدماغ أو توقف الدماغ ويعيد بإذن الله عز وجل بسرعة، فالإنسان يرى أنه يسقط من مكان عالي، والله تعالى أعلى وأعلم. والمسألة الثانية أنها من الأشخاص في الأمراض الروحية أنها من العين. بما أننا نمارس الرقية الشرعية نتكلم عن الأمراض الروحية حتى نركز جيدا، نريد أن نوضح جيدا لا بالنسبة للرقية الشرعية أو للأمراض النفسية. كثرة الكوابيس، كثرة الكوابيس، قلنا أول حلم أحبابي الكرام هو أن ترى أنك تسقط من مكان عال، وهذا يدل على أنك مصاب بالعين والحسد، والله تعالى أعلى وأعلم. كثرة الكوابيس ولا تعرف ما ترى في المنام، يعني لا تعرف ما ترى، يعني تعيش حياة في النوم كأنك في شجار أو كأنك عندك مشاكل كثيرة في النوم. هذا يدل من الناحية النفسية على أنك عندك أزمات نفسية أو خصامات أو شجارات نفسية. أما من ناحية الروحية فهو يدل على أن هناك حسد، ويكون عندك ضيق في الصدر، والله تعالى أعلى وأعلم. ثالثا أحبابي الكرام، أن يرى الإنسان الكلاب تلاحقه، أو يرى الإنسان الكلاب تريد عضه، أو يرى الإنسان الكلاب تنبح عليه، وهذا يدل على أن عدوا يتربص بك، والله تعالى أعلى وأعلم. رابعا أو خامسا عفوا أو رابعا أحبابي الكرام، أن يرى الإنسان كثرة الثعابين. وكثرة الثعابين ربما يرى الإنسان ثعبانا أسودا فيدل على الحسد، أو يرى الإنسان ثعبانا أصفرا فهو يدل على أن هناك جن مسلم يتربص به، أو يدل على كثرة الأفاعي الثعابين، أو يدل أو يرى الإنسان في منامه كثرة الأفاعي. كثرة الأفاعي أحبابي الكرام هي دلالتها هو أن الإنسان عنده الحسد كثير ومصاب بالمس، والله تعالى أعلى وأعلم. أخيرا أحبابي الكرام، هو أن الإنسان يرى في منامه إنسانا ينام بجنبه، وخصوصا النساء والرجال، يرى إنسان ينام بجنبه، وهذا يدل على أن هناك مس عاشق. ولكن لنفسرها جيدا، هناك من الفتيات أو الشباب من يشاهدون الأفلام الإباحية، فهؤلاء الناس أيضا تصبح عندهم كما نقول لها تصبح عندهم مشاكل في الدماغ، فيرى بالليل أنه يمارس الجنس. هذا ليس من أعراض المس العاشق، وكأنما هو مما يشاهده بالعين فيقع مشاكل في الدماغ، وهذا يتسبب في ضعف الشهوة والثقة بالنسبة للرجال، وحتى ضعف الانتصاب مع المدى البعيد
إن داوم الإنسان على مشاهدة الأفلام الإباحية التي حرم الله تعالى. ومن هذا المنبر أحبابي الكرام، أسأل الله تعالى أن يشفيكم ويعافيكم، هو الإنسان يجب عليه أن يتقرب إلى الله ربه بالدعوات وبالصلاة وقيام الليل، حتى يبتعد منه كل مس وكل شيطان، لأن الشيطان أحبابي الكرام يتربص بنا، وعيون الحساد كثيرة، والسحرة لا ينامون ليلا ونهارا يريدون أن يؤذوننا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للخير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.